اليونيسيف تطلق مشروعا للأمن الغذائي في السودان بتمويل أوروبي. المعونة الأمريكية تشارك في اجتماعات لتقييم الموسم الزراعي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة. المشاهدون الأفاضل عبر قناة السودانية 24 ومستمعو إذاعة السودانية 24 على الموجة 93.6 FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحدث الاقتصادي الذي نستهله بحزمة من الأخبار المحلية الاتحادية، ونقدم طائفة بأخبار الولايات، وثم نختم الحدث بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية، وفي آخره تذكير بأهم وأبرز العناوين. أهلا بكم. أطلقت منظمة الرعاية والطفولة العالمية مشروعا لتوسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة في مجالات الصحة الأساسية والتغذية والأمن الغذائي وسبل كسب العيش وحماية الطفل والتأهب للكوارث في 5 ولايات سودانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويمكن التمويل الأوروبي اليونيسيف من البدء في تنفيذ المشروعات في ولايات الخرطوم والنيل الأزرق ووسط دارفور وغرب دارفور وجنوب كردفان، وسيستفيد من المشروع أكثر من 370 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 190 ألف طفل دون سن الخامسة. ويأتي المشروع في ظل ضعف الموسم الزراعي في السودان نتيجة للنزاعات والأزمة الاقتصادية وبسبب الفيضانات والجفاف. وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 11 مليون سوداني يواجهون صعوبات في توفير الغذاء، ويستهدف المشروع الفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم المتأثرون بالنزاعات، وخاصة الأطفال الذين هم أكثر عرضة لخطر سوء التغذية. ويهدف المشروع إلى دعم الأسر من خلال توفير تحويلات نقدية متعددة الأغراض لمساعدتها في زراعة الخضروات وتربية الماشية لتعزيز سبل العيش واستدامته. تضاربت الأنباء حول مصير مديري شركة كهرباء السودان القابضة والشركة السودانية للتوزيع، ففي الوقت الذي راجع على نطاق واسع صدور قرار من وزير الطاقة بإعفاء المسؤولين من منصبيهما، أوردت مصادر إخبارية أن الرجلين ما زالا مستمرين في منصبيهما حتى اللحظة. وقالت المصادر طبقا لباج نيوز أن إنما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصدور قرار من مجلس السيادة بإعفائهما من منصبيهما غير صحيح. وتأتي الأنباء عن إدارة الكهرباء في ظل التلويح بالإضراب من قبل العاملين بشركة الكهرباء من أجل الضغط على الحكومة لزيادة رواتبهم. شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه السوداني في التداولات خارج الجهاز المصرفي، وكشفت مصادر اقتصادية عن استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي دون تغيير، حيث استهل سعر الدولار عند متوسط صرف 575 جنيها مقابل 580 جنيها. إلى ذلك أشارت تلك المصادر إلى أن السبب الحقيقي لتراجع أسعار الدولار برفقة بقية العملات يعود لتقلص عمليات الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي، ما أدى إلى ركود كبير، بالإضافة إلى قيام البنك بتلبية متطلبات السوق المصرفي، وأيضا الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستيراد وخاصة توقف التقسيط الجمركي. أعلن بنك السودان المركزي في تقريره نصف السنوي عن ارتفاع صادر السودان من الذهب في النصف الأول من العام الحالي إلى 1,315,000,000 دولار مقارنة بمليار و14 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، وذلك بزيادة 300,900,000 دولار. وعز المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول ارتفاع إنتاج الذهب منذ العام 2020 إلى العمل الجاد الذي ظل يقوم به قطاع المعادن وأذرعه والوزارات والمؤسسات ذات الصلة. أكد الخبير في ملف المياه نادر نور الدين أن التغيرات المناخية أحدثت تغييرا جوهريا في هطل الأمطار بمنابع النيل، حيث تتحرك شمالا، لافتا إلى مخاوف حقيقية من انهيار سد النهضة. وقال نادر نور الدين إن تقريرا للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ أشار إلى أن إحدى تداعيات تغير المناخ العالمي على منابع نهر النيل في إثيوبيا هي أن هطول المطر قد يتناقص بنسبة 70% أو قد يزيد بنسبة 30% مع احتمالات حدوث إزاحة للأمطار شمالا. وأردف خبير المياه أنه بالرغم من تخزين إثيوبيا هذا العام لنحو 16 مليار متر مكعب أمام سد النهضة، فإن مياه السيول المطرية والفيضانات تزيد من المخاوف السودانية المصرية حول احتمالات حدوث انهيار جزئي أو كلي لسد النهضة الإثيوبي.
بحث المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري مع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمكتبه بالقاهرة التفاصيل الخاصة بالمشاركة في مؤتمر الأطراف 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والخاص بالتغيرات المناخية. وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين المنظمتين في هذا الحدث الدولي المهم، حيث تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظيم جلسة وزارية عربية إفريقية حول التدخلات الحرجة للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتتولى منظمة الفاو تنظيم الجناح الخاص بالغذاء والزراعة من خلال مكتبها الرئيس في روما. الحدث الاقتصادي متواصل مشاهدينا، وبعد الفاصل أخبار الاقتصاد الولائية، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى الحدث الاقتصادي، ونتحول الآن إلى أخبار الاقتصاد الولائية، حيث بحث اجتماع عقد بمدينة ودمدني موقف الموسم الزراعي في القطاعين المطري والمروي. وخصص الاجتماع الذي حضره مسؤول المعونة الأمريكية لتقييم النصف الأول من الموسم الزراعي 2021 و2022 بولاية الجزيرة، كما وقف الاجتماع على المراعي الطبيعية وموقف الآفات الزراعية. وسيقف الوفد ميدانيا على موقف تأسيس المحاصيل المختلفة بالولاية. على صعيد آخر، ناقش الاجتماع أسعار الحبوب الغذائية والزيتية وتكاليف الإنتاج والتدريب. وأقرت مدير الإدارة العامة للوقاية بوزارة الزراعة سامية أحمد محمد بجملة مصاعب ومشكلات اعترضت الموسم الزراعي. على صعيد آخر، ناقش الاجتماع أسعار الحبوب الغذائية والزيتية وتكاليف الإنتاج والتدريب. تتجه ولاية النيل الأبيض إلى نشر قوات مشتركة لحماية المشاريع الزراعية وتوفير معينات الوقاية للمحصول الزراعي ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة في المشاريع الزراعية المختلفة بالولاية. وبحث اجتماع عقد بمدينة ربك عاصمة الولاية توفير الحماية والوقاية للمحصول الزراعي في المشاريع الزراعية الصيفية. وأكد والي ولاية النيل الأبيض عمر عبد الله التزام حكومة الولاية بتسخير إمكاناتها كافة لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وحماية المشاريع الزراعية. وناقش الاجتماع توفير الحماية اللازمة والوقاية المطلوبة للمحصول الزراعي من حيث توفير القوات الشرطية الخاصة بمنع تعدي الثروة الحيوانية على الزراعة وتلافي الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة ومحاربة ظاهرة التعدي بالمواتر بالمنطقة. أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل العاقب عن ترتيبات جارية مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لعقد ورشة عمل ودورات تدريبية لتعزيز مفهوم المواصفات والمقاييس. جاء ذلك لدى ترأس اجتماع مجلس حكومة الولاية بحضور مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الاتحادية دكتور رحبة سعيد. من جانبها، أوضحت مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن زيارة وفد الهيئة لولاية الجزيرة تأتي لتفعيل العمل المشترك بين الولاية والهيئة. وأشارت إلى النشاط التجاري والصناعي الكبير في الجزيرة الذي يتطلب جهودا من المواصفات. وأعلنت التزام الهيئة بتنفيذ حملات توعوية في جميع أنحاء الولاية لحماية المستهلك وضبط الأسواق، وقالت إن الجزيرة مؤهلة لزيادة الصادرات السودانية. هدفنا إنه برضو ننشر ثقافة التقييس، نعمل اتفاق مع السيد الوالي في إنه كيف نقدر نقدم مساعدات للولاية فيما يلي أنشطة الهيئة، أنشطة التقييس. طبعا الهيئة معنية بحماية الاقتصاد وحماية المستهلك السوداني سواء في الولاية أو في جميع الولايات، فإحنا يعني حابين إن شاء الله مع الولاية والسيد الوالي إنه نضع برنامج للتوعية بأهمية التقييس أو المواصفات في حياة الناس، وبرنامج برضو لتدريب الكوادر في الوحدات الحكومية. اليوم من اجتماع مجلس وزراء ولاية الجزيرة، كان قبل بدايته استقبلنا وفد كريم من هيئة المواصفات والمقاييس الاتحادية، وفد عالي المستوى حقيقة برئاسة المدير العام المكلف وعضوية عدد من الإدارات المتخصصة وبصحبة أخونا مدير المواصفات في الولاية. وهي زيارة تستغرق معنا في ولاية الجزيرة يومين، بدأناها أولا باستقبالهم ثم شكرهم على قافلة
يعني إسعافية للقرى والمناطق المتأثرة في ولاية الجزيرة، وهي يعني قافلة عندها قيمة معنوية عالية جدا جدا تعلو قيمتها المادية. اقترحت اللجنة متضرري إزالة التصاديق المؤقتة بسوقي ليبيا وأبو زيد في اجتماعها عددا من المواقع لتكون بديلا لتعويض المتضررين من إزالة التصاديق المؤقتة في الفترة الأخيرة. وقال رئيس لجنة حصر المتضررين محمد مرغني إن هنالك عددا من المواقع تم اقتراحها لتكون بديلا للمتضررين، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت مقترحاتها للمدير التنفيذي من ضمنها زريبة المواشي التي تقع وسط سوق الشيخ أبو زيد، والتي قال إن مساحتها تبلغ 26,000 متر مربع وظلت لأكثر من 20 عاما غير مستقلة. وفيما يتعلق بالمتضررين بسوق ليبيا فقد اقترحت اللجنة موقعين تبلغ مساحتهما 15,000 متر غربي سوق ليبيا. وأوضح أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في حصر المتضررين من الإزالات المؤقتة بسوق أبو زيد. وقف المعتصم الطاهر محمد علي وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحجوب السير وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل على سير العمل في توصيل خطوط ومحطات الضغط المنخفض وتوصيل خطوط الضغط المتوسط، كما وقفوا ميدانيا على تركيب وتوصيل الخطوط والمحطات. وأكد وزير البنى التحتية بالولاية متابعتهم اللصيقة للمشروع حتى يرى النور، مشيرا إلى أن أهداف الوزارة هي توصيل كل الخدمات خاصة الكهرباء لكل الأحياء والمناطق بالولاية. وأعلن قرب تدشين وافتتاح كهرباء مربعات حي الثورة في الأيام القليلة المقبلة. أخبار الاقتصاد الإقليمية والدولية ضمن الحدث الاقتصادي مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، الحدث الاقتصادي يتواصل معكم الآن إلى أخبار الاقتصاد الإقليمية. افتتح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مقر البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الدوحة في زيارة رسمية لقطر تهدف خصوصا إلى بحث أزمة الطاقة. ويتهيأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة في واحدة من تبعات الحرب على أوكرانيا الأشد تأثيرا على حياتهم اليومية. وقال ميشال للصحفيين إن زيارته إشارة مهمة لتعزيز العلاقات مع قطر في مجالات مثل قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية. ويتطلع مسؤولون أوروبيون إلى مصدري الغاز الكبار في العالم لسد النقص في الإمدادات. وكان رئيس المجلس الأوروبي أشاد خلال زيارة إلى الجزائر الاثنين بالدولة العربية الواقعة في شمال إفريقيا بصفتها موردا للطاقة موثوقا به، وتعد قطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن مئات الأطفال لقوا حتفهم بالفعل في مراكز التغذية في أنحاء الصومال، وذلك بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة. وتحدث مسؤول في إحدى المناطق الصومالية عن استقبال أشخاص يتضورون جوعا ساروا لمسافات طويلة وأطفالهم على أكتافهم هربا من الجفاف، ولفظ بعض الأطفال أنفاسهم الأخيرة بالفعل في أثناء هذه الرحلة الشاقة. وتشهد منطقة القرن الإفريقي غيابا للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من الأطفال. انطلق في مصر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بمشاركة دولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط أن العديد من الوزراء الأفارقة سيشاركون في هذا المنتدى بإسهامات واضحة، وذلك للخروج بتوصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر والمختلط، بالإضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي المنتدى في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ.
تعتزم شركة مصر للألمنيوم الحكومية زيادة رأس مالها بقيمة 300 مليون دولار لإعادة تأهيل وتطوير مصانعها، على يتم تخصيص 65% من هذه الزيادة بما يعادل 200 مليون دولار لصالح أحد الصناديق العربية السيادية. وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنوياً. وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1975 وهي من شركات القطاع العام، وتمتلك الشركة القابضة للصناعة المعدنية الحكومية حوالي 90% من أسهمها. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس المساهمة في زيادة رأس مال شركة مصر للألومنيوم. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا أعلى نسبة نمو فصلي على أساس سنوي منذ 11 عاما وخامس نمو ربعي على التوالي بفضل انتعاش الأنشطة النفطية. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما شكل عامل دعم قوي لاقتصادات الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية أكبر منتج للخام في العالم. ونمى اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 12.2% في الربع الثاني من 2022. ودعا بيان صندوق النقد الدولي الصادر عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية السلطات السعودية إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية. أطلقت منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر بشأن عمليات اتجار وعنف وانتهاكات أخرى تتعرض لها عاملات سيراليونيات في سلطنة عمان، وذلك بعد أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها مع سلطات مسقط. وجمعت منظمة دوبولد شهادات 621 عاملة سيراليونية مهاجرة في سلطنة عمان حيث يعملن في منازل، وتمكنت من التحقق من صحة 449 شهادة منها. ويجزم تقريرها المنشور الأربعاء أن جميعهن باستثناء واحدة يمكن اعتبارهن ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرفه الأمم المتحدة. وعانت الأغلبية الساحقة منهن من ظروف عمل تشبه ظروف العمل القسري. وأشارت منظمة Human Rights Watch إلى عفوا في الأخبار العالمية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن روسيا دولة غير موثوقة، واتهمتها بالتلاعب بأسواق الطاقة. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على تعويض نقص إمدادات الغاز الروسي من مصادر أخرى مثل النرويج والجزائر والولايات المتحدة. وكانت روسيا قررت في اللحظات الأخيرة عدم استئناف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 يوم السبت بعد 3 أيام من وقفة احتجاجية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة يرجع إلى نقص البدائل المتاحة للغاز الروسي، وأضافت أن الدول الأوروبية ستضع سقفا لأسعار الغاز، وهي الخطوة التي يسعى لها الغرب من أجل حرمان روسيا من بعض إيرادات صادرات الطاقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صادرات الحبوب الأوكرانية تتجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكل خطر كارثة إنسانية. وفي فبراير استؤنفت صادرات الحبوب عبر مواني البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في يوليو اتفاقا تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا.
وخلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اتهم الرئيس الروسي الدول الأوروبية بالتصرف كقوى استعمارية في العقود والقرون الأخيرة، وأضاف أنها لا تزال تتصرف على هذا النحو اليوم. وتوقع بوتين أن يزداد حجم مشاكل الغذاء في العالم، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية مسبوقة حسب وصفه. ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء على خلفية تهديدات روسية بأن تنسحب من عقود إمدادات الطاقة لتعوض الأسعار خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، عندما تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع أزمة أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93 دولارا و68 سنتا للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 18 فبراير عند 91 دولارا و20 سنتا. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 80 سنتا إلى 87 دولارا و68 سنتا. وكان الخام قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوياته عند 85 دولارا و8 سنتات، وهو أضعف مستوى له منذ 26 من يناير. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو بنسبة 0.8% في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات الأولية البالغة 0.6% على أساس سنوي. ونمى اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.1% في الربع الثاني. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس من أجل كبح التضخم المرتفع. ورفعت المفوضيات الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6%. وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي إلى 9.1% على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة. تواجه رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس مجموعة كبرى من القضايا، أبرزها ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى وطريقة التعامل مع فواتير الطاقة التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 80% الشهر المقبل. في ختام الحدث الاقتصادي مشاهدينا، إليكم تذكير بأهم وآخر العناوين. اليونيسيف تطلق مشروعا للأمن الغذائي في السودان بتمويل أوروبي. المعونة الأمريكية تشارك في اجتماعات لتقييم الموسم الزراعي. رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة. انتهى الحدث الاقتصادي مشاهدينا، شكرا للمتابعة، في أمان الله.